معنا من انجامينا مدير تحرير صحيفة شرق إنفو الإلكترونية بكر إدريس حسن. سيد حسن، مرحبا بك معنا. التحذير الفرنسي من انهيار الساحل، هل هو أمر واقع أم مجرد ذر الرماد في العيون نتيجة طرد باريس من هناك؟ صراحة أن وجود باريس منذ عام 2014 إنشاء ما يسمى بدول الساحل الخمس أو حلف دول الساحل الخمس، لا زال الإرهاب ينشط في هذه المنطقة، ويوميا تأتي الأنباء من هذه المنطقة. خمس دول هناك هجمات إرهابية وأودت بعشرات أو مئات الآلاف من مئات الأرواح في هذه المنطقة، لكن فرنسا رغم أنها تعاونت مع تلك الدول الإفريقية لكن لن تستطيع أن تقضي على الإرهاب أو لم تستطيع أن تقضي على جزء منه، وبالتالي أن هزيمتها في هذه الدول وخاصة الهزيمة الأخيرة التي وجدتها في النيجر تريد أن تغطي هذه النكسة التي وصفتها الصحيفة الفرنسية لفيغارو، فبالتالي يأتون بمثل هذه المبررات وكأنهم هم المنقذون وهم الحامون لهذه المنطقة من الهجمات أو الحركات المسلحة التي تدعى بالإرهابية في تلك المنطقة، فبالتالي طيب. هذا التوقيت هو نفسه يعبر أن فرنسا وجدت انتكاسة وأراد أن تغطي هذا الأمر بمثل هكذا مصطلحات من قبل الوزير الفرنسي. وعلى ذكرك لهذا التوقيت سيد بكر، يعني كيف نفسر حديث رئيس الجيوش الفرنسية عن مسألة تقسيم كل من مالي والنيجر؟ هل هذه ورقة ضغط على الانقلابيين ربما لتسوية ما حفاظا على المصالح هناك؟ لا شك أن المصالح الفرنسية التي سابقا هي تحرسها بقواعدها العسكرية في هذه المنطقة الآن باتت محددة تماما، خاصة من الجانب الاقتصادي أو في كل جوانب التي تربطها مع تلك الدول، فبالتالي هذا التقسيم الذي يعني تقوله فرنسا في كل من هذه المنطقة التي ذكرتها سالفا هي الآن محددة، فحتى الأفارقة أنفسهم أو هذه الدول التي شهدت حركات انقلابية في الآونة الأخيرة في الأعوام الماضية هي نفسها دأبت ب إنشاء تحالف لها، وذلك من أجل مواجهة هذه التداعيات الأمنية سواء كان هجمات إرهابية أو حركات مسلحة أو أي نشاط معادي لتلك الدول، فبالتالي تريد أن تقول لفرنسا نحن الآن بتنا مستقلين ونستطيع أن ندافع بأنفسنا دون غيرك، فنحن أيضا لدينا إمكانيات ولو كانت ضعيفة سوف نقاتل بحق الإيمان لكي نأتي بالأمن حسب المستطاع. ولكن ماذا عن التقسيم؟ هل ستكون المنطقة على شبح التقسيم بالفعل؟ هذه المنطقة هي يعني مشتعلة أصلا بالإرهاب ومشتعلة بالتنظيمات المسلحة، فبالتالي هي هذه الدول رغم إنشاء هذا التحالف فهي ضعيفة لا تستطيع أن تقضي على الإرهاب لوحدها إلا إذا كانت وجدت دعما خارجيا من الدول العظمى، لربما بوجود التحالف القوي الآن الموجود بين هذه الدول الثلاث ولربما روسيا تدخل على الخط بما يسمى بمكافحة الإرهاب فتستطيع أن تقاوم نوعا ما، رغم أنها الآن لا توجد إشارات واضحة بوجود علاقات مع موسكو ونيامي، لكن لربما الأمور تتجه نحو ذلك لأن حلفاء نيامي هم حلفاء موسكو والدب الروسي مستعد لخوض هذه المعارك، لأنه يقول هذه الدول حليفة وبشرها بعلاقات يعني ذو مصالح متبادلة بينهما وليست كما سبق مع فرنسا سياسة الكيل بمكيال. اللافت في كل ذلك سيد بكر هو حديث أيضا قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يقول بأن الانتخابات في بلاده ليست أولوية وإنما الأولوية لنا هي الأمن، وتعهد بإجراء تعديل جزئي للدستور. هذا التوجه ألا يضع البلاد على يعني طريق الاستبداد العسكري؟
ربما البوركينيون هم أدرى بأنفسهم، وربما هم يرون الذي أطعمهم من جوا آمنوا من خوف، فبالتالي الآن هم متوجهون إلى فترة جديدة وفترة يعتبرون خروج من الاستعمار الفرنسي والاستغلال التام إلى فترة يقودها وطنيون بإرادة شعبية بأرضية شعبية حاضنة، أرضية شعبية يعني مؤيدة له، وبالتالي من أولويات الإرهاب، لأن منذ الانقلاب حتى الآن شهدت هذه المنطقة انقلابات أودت بحياة الكثير من الناس. فبالتالي الرئيس تراوري والآن يريد أن يقول أن الأمن هو الأولوية، أما الانتخابات فهي أشياء جزئية، فيؤمن المنطقة، لأن الآن بوركينا فاسو تواجه تحديات غير الإرهاب. سبق وأن عالت حكومة واغادوغو أنها استطاعت أن يعني تقوم بإهباط محاولة انقلاب بجنود أتوا من دول الجوار، هكذا اتهمت دولة معينة بعينها، فبالتالي هذه أيضا تحديات أمنية وتحديات يعني جماعات مسلحة وغيرها من التحديات. فبعد بسط الآن فيمكن أن يعلنوا انتخابات تمهل لهم نحو المسار الديمقراطي، لكن طالما أن الشعوب مؤيدة له فبالتالي هذا أيضا رصيد لتراوري لمواصلة حكمه الذي يراه كثير من البوركينيون والمخلص لهم من الهيمنة الاستعمارية الفرنسية ووقف يعني حل للدومينو الفرنسي. في خضم كل ذلك سيد أبو بكر، إلى أين تتجه منطقة الساحل بالفعل؟ خصوصا أنت تحدثت عن روسيا وتحدثت عن نكسة فرنسا، هناك يعني أيضا دخول أمريكي على الخط، إلى أين تتجه منطقة الساحل في خضم كل هذه التحولات؟ مفترض الأفارقة هم بأنفسهم ومنطقة الساحل بأنفسهم هم الذين يقومون باستراتيجية أمنية، استراتيجية خاصة العدالة بين شعوبهم، لأن معظم هؤلاء الذين التحقوا بهذه الحركات أيضا يرون هناك عدم العدالة الاجتماعية وعدم الحقوق والمناصفة في الثروة، فبالتالي يلتحقون بأثر الحركات المسلحة أو التمرد، فبالتالي يأتون بإصلاحات داخلية وطنية بدلا من الاتكال على الخارج سواء كان موسكو أو الغرب، فبالتالي كل هذه الدول لديها مصالح فقط، ليس هناك علاقات حميمة أو ودية يعني من أجل مصلحة الأفارقة، لكن إذا كانوا وجدوا البديل من الاستعمار الفرنسي الذي ما زال حتى الآن يأتي بأبواب حديثة، هم الآن لا شك متجهون إلى روسيا، لكن المنطقة إذا ما وجدوا هناك استراتيجية أمنية وتحقيق العدالة والديمقراطية الحقيقية فيما بينهم في بلدانهم ستتجه المنطقة إلى يعني نتائج لا تهمد عقباها، سواء كان حركات مسلحة أو تمرد، لأن حتى الآن فرنسا تتربص بهذه المجالس العسكرية تريد أن تقلب الطاولة عليهم انقلابات عسكرية لكي تأتي بأناس يعني يحكمون ويعني يتجونها وفلكهم، وفي كل الأحوال أن المنطقة متوجهة إلى يعني نتائج لا تهمد عقباها، خاصة التحديات الأمنية سواء كان إرهابية أو حركات مسلحة متمردة. شكرا جزيلا لك بكر إدريس حسن، مدير تحرير صحيفة شاري إنفو الإلكترونية، كنت معنا من نجامينا.